شركة ميتا أو فيسبوك سابقا طلعت علينا بذكاء اصطناعي جديد قوي جدا. طبعا كلنا عارفين إن شركة فيسبوك من ضمن الحاجات القوية اللي بتقدمها لك هي إن أنت وأنت مثلا عامل بث كده أو لايف ستريم بتلاقي إن في التكست أو الكلام اللي أنت بتقوله بيتكتب عندك على الشاشة وكمان بيترجم للغات تانية. فهم مهتمين جدا بالتقنية دي، والموديل الجديد اللي هم يعني عاملينه ده ولسه بينشروه هو إن أنت ببساطة أي كتابة أو أي كلام تقدر تحوله من لغة للغة تانية ومن صيغة من صيغة تانية. تعالى كده عشان ما تتوهش مني، احنا عندنا سبيتش وعندنا تكست. سبيتش اللي هو الكلام زي ما انا بتكلم دلوقتي، وتكست لو انا رحت كتبت نص معين مثلا. الفكرة بقى ان الموديل ده بيقدر ان هو يحول الكلام لكلام تاني بلغة اخرى، يعني انا بتكلم عربي يحوله لكلام باللغة الانجليزية، او يحوله الى نص ومن نص الى كلام ومن كلام الى نص وهكذا. فالموضوع بصراحة قوي جدا، ده غير ان هو بيقدر يتعرف على اللغة بشكل تلقائي. طبعا في يعني دي ورقة بحثية فيها تفاصيل كتير، طبعا الناس المتخصصة تقدر تروح تقراها، ولكن اللي انا عايز اعمله سريعا هو ان احنا نجرب الديمو ده. طبعا دي البيبر اللي المفروض ان فيها تفاصيل اكتر، وفي الكود والموديل والديتا. لو انت مبرمج وحابب تاخد الكود ده تجربه وتستخدمه او كده، فده هيكون شيء رائع. وعلى حد علمي في وقت من الاوقات او ممكن يكون بالفعل متاح ان يبقى فيه API فتقدر تدمج الخواص دي في برنامج خاص بيه وتقدر تجربه برضو على هاجنج فيس. خلينا دلوقتي نجرب الديمو اللي من خلال ميتا هنا، لان ده غالبا هيكون اسرع حاجه. هدوس على ستارت ديمو. دلوقتي بقى بيقول لي ستارت ريكوردنج، فكل اللي انا هحتاج اعمله ادوس على ستارت ريكوردنج واديله اكسس للمايك ونشوف ايه اللي هيحصل. هالو ذير، كان يو بليز تيل مي وات از فيسبوك، وهدوس يعني ايه ستوب ريكوردنج. دلوقتي ده الصوت اللي انا سجلته. هالو ذير، كان يو بليز تيل مي وات از فيسبوك. طبعا لو عايز اعمل ريسيت ممكن يعني اعمل تاني، بس احنا سريعا بنجرب فمش فارق كتير انا قلت ايه هنا. دلوقتي بقى بيقول لي بص انت عندك لغات كتير اهو، تمام، اختار اللغات اللي انت عايزها. فانا هختار عربي، ممكن برضو اختار سويدش اللي هو السويدي، وممكن مثلا يعني طبعا انا مش فاهم اي لغه من اللغات الثانيه، فخلينا نختار الماني في الوقت الحالي وندوس على ترانسليت. زي ما احنا شايفين طبعا الصوت بتاعي فوق اهو، اوتوماتيك سبيتش ريكوجنيشن، المفروض ان هو يقول لي هنا اللغه اللي انا اتكلمت بيها تقريبا. تمام، مودرن عربيك ستاندرد، مرحبا يا سيدي، هل يمكنك ان تخبرني ما هو الفيسبوك؟ طيب ده كده اللغه العربيه، خلينا نسمعه مع بعض. مرحبا يا سيدي، هل يمكنك ان تخبرني ما هو الفيسبوك؟ جميل، ده السويدي طبعا انا مش فاهم اي حاجه بس ما علينا، وده الالماني. هالو سير، كان زي مي بيتي زاغن واس فيسبوك است؟ هالو سير، كان دو بريتا في مي واس فيسبوك يار. رائع جدا والله ما شاء الله. يعني الفكره بقى هنا ان يعني ده ممكن يستخدم في حاجات كتير جدا. تخيل ان انت ممكن تتفرج على فيديو على فيسبوك وبكليك واحد بس تقول له انا الفيديو ده مثلا باللغه الانجليزيه، انت مش محتاج تقول له، هو انت ممكن مش عارف اللغه اصلا وتقول له ترجمه لي الى اللغه بتاعتي اللي هي اللغه العربيه، تمام، او ممكن تقول له ترجمه للغه تانية انت عايز تعرفها، او ممكن تكون بتتعلم لغه وبتتفرج على فيلم مثلا باللغه العربيه وتقول له ترجم لي العربي ده الى انجليزي عشان تبراكتس اللانجوج بتاعتك مثلا. فموضوع قوي جدا. او ممكن نلاقي بقى تطبيقات قويه جدا لحاجه زي كده، ان انت تكون مسافر في بلد ما تفتح التطبيق تشغل البرنامج انت تتكلم يطلع له اللغه بتاعته الناحيه الثانيه وهو يسمعها فيفهمك ويرد عليك بلغته فالبرنامج يترجم الكلام ده ويرد عليك. فموضوع قوي جدا. وطبعا حاجه زي كده لما تتفعل اكتر بقى في فيسبوك نفسه لللايف ستريمز هتلاقي ان انت ممكن تكون عامل بث مباشر اللغة العربيه او الانجليزيه او ايا كانت اللغه ويترجم لكل لغات العالم، فتقدر توصل لعدد كبير جدا من الناس وانت بتتكلم لغه واحده فقط. طبعا لو انت مهتم تعرف كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيه بشكل عام، فاحنا هنا على القناه دي الموضوعات الاساسيه اللي بنتكلم عنها، فتأكد ان انت تتابعنا بشكل مستمر، تشترك في القناة وتفعل الجرس طبعا علشان يوصلك كل ما هو جديد. ولو كان عندك اي اسئلة او حاجة معينة بتدور على برنامج يساعدك فيها او ذكاء اصطناعي يساعدك فيها ومش عارف توصل، فاكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هكون مبسوط ان انا اساعدك توصل له باذن الله.